توب يعطينا تفاصيل. نبداو بالسؤال. نبداو بالسؤال الاولاني. هل صحيح انه بسبب دورك في اولاد مفيده ماكش موجود في برشا اعمال اخرى؟ مع دورك في اولاد مفيده وتعاملك مع قناه الحوار التونسي خلى بعض انه يخليك مقيد على قناه الحوار التونسي، ما خممش انه يعيط لك في بعض الاعمال الاخرى. خمم الساعه، لحظه خمم، هو يجاوب الساعه اي ولا لا ومن بعد تفاصيل بال لا اي على خاطر سهله الحكايه من غير تصحيح ولا لا؟ جبت واحد عندي عقد حصري مع الحوار التونسي وهذاك منطقي معقول. لحظه قال لكم عندي عقد حصري مع الحوار التونسي، هذاك علاش ما عنديش الحق اصلا اني امثل في بلاصه. هل صحيح انك نزلت على جزء من الاموال والكاشين تاعك السنة خاطر الظرف غير عادي والاستشهار ناقص، دونك انت تنزلت كما برشا ممثلين على جزء من اولاد مفيدة الممثلين السنة من مستحقاتك المالية؟ تحبوا تعرفوا ساعة ولا ساعة؟ نحبوا نعرفوا. اي تحبوا تعرفوا اي ولا هستو كان تحب تعرفوا بينه وبين القناة مش باش نعرف. لا هو مش تنازل بقدر ما انه احنا كنا ظروف صعيبة بدينا فيها، الناس كل تعرفها، معناها الظروف مش لازم نعاودوها، وممثلين الكل وقفوا، وممثلين الكل كي عملوا النيغوسياسيون معناها قراوا حساب اللي القناة ممكن دونك سنة اقل من عامناو مش اقل نسل الغدو في القناة. نسل الغدو في القناة. السؤال اللي بعده، هل الشخصية نتاعك أنت فيها جانب من سفيان ولا؟ تحبوا تعرفوا؟ أنا مستعد باش نكشف الجوانب اللي كيف كيف. بربي على الفاز نحطوا فلوب الكل نمشي. ما نحبوش نعرفوا يا أخويا. لا ما تأثرش عليه، تحبوا تعرفوا أنتوما؟ لا. في الجانب الشخصي لا. في الجانب الشخصي لا، أما فماش ممثل ما يعطيش من روحه للشخصية راه. خاطر انت في الحالات الكل باش تعطي صوتك وملامح وجهك وبدنك باش تسلف هذا الكل، فبرشا حاجات باش تمشي تثبتك كلامك غلط. تفضل. باش نقول لك كيفاش. تحبوا تعرفوا ولا هل صحيح انه سفيان كان باش يطلع بوليس في الدنيا بالرسمي؟ تحبوا تعرفوا صحيح ولا يهزوا التوب اللي حد يعرف الزير. هل صحيح انك كنت باش تطلع بوليس؟ مش بوليس، اما حبيت نمشي الاكاديمي ميليتير. عملت الباك، حبيت ناخذ الباك ونمشي اكاديمي ميليتير. عندي استاذي ان شاء الله يسمع فيا كان عيط لي مسيو كوموندون في القصب، خاطر ديما السؤال شنو تحب تطلع؟ بيلوت افياسيون. هل حققت حلمك بالدوره هذا؟ هو كل دور تعمله تحقق فيه حلم راهو، معناها الشخصيه احنا نعيشوا في عالم ماجيك يسمح لك انك تعيش ادوار مختلفه، وهذيك المزيه اللي موجوده في في الدومين هذا. انك اليوم شو الدومين هذا يا سي؟ عن دومين ماجيك يخليك اليوم تقابل ممثلين كنت تفرج فيهم التلفزه، يخليك تقعد بحذا نعيمه، تخليك تاخذ خدام فتح. حبيبي احنا اصحاب وعلى تحقيقه. لا شوف انا نما تعيش نهار طبيب ونهار استاذ ونهار فلاح ونهار مجرم ونهار كل شيء. وفما ممثلين مثلا فتح الهداوي كنت تفرج فيه في غاده، انا نقول واو. تلقى اليوم انت روحك بالميدان هذا اللي دخلته عندك الحظ انك تاخذ قدامه كيما هو، كيما هشام رستم، كيما المنصف الازهر، كيما برشا ممثلين، كيما علي مصباح الله يرحمه. معناتها الميدان هذا يحقق لك برشا احلام، منها انك تنجم تتلون وتنجم تكون برشا ناس في واحد برك. السؤال الاخير في الشخصيه اللي قلت شربت لك انتم عندكم قسم مشترك. هل فما دي سيكونس مثلتهم مع ولدك في المسلسل اثروا فيك بالرسمي كسفيان الاب؟ بالطبيعه انا توا الناس لا مش قول اي ولا لا ساعه. اي انتم تحبوا تعرفوا كيفاش نحكي معك امين احنا اخوات واصحاب قبل كل شيء، باش نحكي معك حديث الصراحه. فما دي سيكونس اللي انا الناس كل تعرف اللي انا ديفورسي، كي يبدا عايش حاله تشبه للحالة الشخصيه انه السيكونس هذيك تكون صعيبه، لكن الخدمه كل كيفاش انت خدمتنا على غالب نسلفوا حياتنا وذاكرتنا واحاسيسنا للشخصيات، فتلقى روحك في مومون تاع مومون دو كاترسيس ومام تو مومون دو ثيرابي، انك تخدم بحياتك، تخدم بذكرياتك وتخدم بحاجاتك اللي هما خاصه وتسلفهم للشخصيات. دونك فما دي مومون كانوا جا ولدي ما بين عيني. صحيح. وصلت راه في الولاد الصغير هو ولدك فما اغلب لي سيكونس كنت راه فيه زكريا ولدي. هل في مرحله من المراحل نجم نقول انه شخصيتك معز القديري وشخصيه سفيان يلتقيان في انه العلاقه مع الطليقه كانت علاقه متوتره؟ قولي اي ولا لا وهما يرفعوا الالواح تنعرف. لا العلاقه توتر. لا قولي اي ولا لا. لا لا علاقة توتر لا، معناها شو اسمه لو ديفورس عمره ما كان فاتاليتي، خاطر تنجم تنجح في الديفورس نتاعك أكثر من تنجح في الزواج نتاعك. وأنا نعتبر نفسي محظوظ وهذا
غراسون بارتي كبيره برشا المونيكس فام اللي احنا صحيح ما نجحناش في زواجنا لكن نجحنا في الطلاق نتاعنا تلفاسون ليامي وولدنا متربي بيناتنا الزوز والحياه تستمر. والمهم توا بالنسبه لي انا انه زكريا ان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب. لا عاد كان يتفرج فيك او ميساج هاي الكاميرا قدامك فازي يعطيه ميساج. زكريا يتفرج اكيد على خاطر ما يخليش حتى اوبريسيون يتعدى فيها ابوه ما يشوفهاش. قولوا لي ديما كيما نقولوا له نحبك برشا وربي يفضلك ليه.